اعزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقه جديده من الريمونتادا وبدايه اسبوع جديد والنهارده الاهلي بيفوز فوز كبير على الهلال السعودي في ماتش انا بصراحه كنت فاكره أنه هو هيبقى سيناريو مختلف وعايز اقول مبروك لجمهور الاهلي ومبروك للاهلي الحصول على الميداليه البرونزيه وتالت العالم سنتين ورا بعض على التوالي ده يا جماعه كلام ما بيجيش من فراغ ده نتاج عمل كبير جدا جوه النادي الاهلي وبيترتب عليه ان الناس الاستمرار في النجاح صعب. الاستمرار في النجاح صعب ان انت تنجح ممكن تنجح لكن ان انت تستمر سنه ورا الثانيه في النجاح بتاعك ده بيتطلب ذكاء كبير جدا ومجهود كبير جدا من الجميع داخل النادي النادي الاهلي. فلازم اهني كل الناس اللي شغاله جوه الاهلي لان ده نتاج عملهم عملهم كلهم من اول بقى اداره للجنه لل لل التخطيط لطبعا آآ آآ الناس اللي مسؤوله عن الكوره والجهاز الفني واللعيبه والجهاز الاداري كل الناس الجهاز الطبي كل الناس اللي موجوده انت بتنجحش كده بال بال بالبركه ولا بالصدفه تنجح عشان في سيستم محطوط وفي قرارات معظمها صح بتتاخد معظمها وده يعتبر مفيش حد في الكوره بياخد كل القرارات صح لان الكرة مش علم ثابت ولكن لما تاخد لسنوات طويله تاخد معظم القرارات صح كل التحيه والتقدير لكل الناس اللي شغاله جوه النادي الاهلي من واحد زملكاوي يعني انا بقول لكم الحقيقه اللي احنا شايفينها قدامنا لازم نقولها ولازم نبقى معترفين 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 بيها مبروك لجمهور الاهلي فوز مهم جدا وعلى منافس صعب الهلال يعني انا بقول لكم انا عشت في السعوديه واشتغلت في السعوديه الهلال فرقه كبيره جدا هناك فرقه كبيره قوي فرقه ليها تاريخ كبير و وكل الناس في السعوديه بتحترمها بشكل كبير كبير جدا فانك تكسب الهلال حتى لو في طرد حتى لو في طردين انك تكسب الهلال أربعة ده سكور تقيل قوي وانا بقول لكم ده هيعمل صدى يعني في المملكه صدى كبير جدا ان احسن فريق في السعوديه واكتر فريق منظم وأكتر فريق يعني فريق يعني واحسن فريق في اسيا انه يتغلب اربعه بالشكل ده محدش التاريخ بقى مش هيقول اصل كان في اتنين لعيبه مطرودين التاريخ ما بيفتكرش الا السكور اللي في الاخر مبروك لجمهور الاهلي من حق جمهور الأهل ان هو يفرح بفريقه، ومن حقه ان هو يفرح بالنجاحات المستمره لموسيماني ولجهازه الفني. وهنا عايز اقف عند نقطه موسيماني لان بالنسبه لي نقطه مهمه جدا. وانا قلت يمكن الاسبوع اللي فات ان الراجل ده بيتعرض لظلم اعلامي آآ كبير آآ جدا. والنهارده انا سعيد ان ربنا بينصفه لان دايما في الكرة لما بتشتغل صح وبتشتغل بشكل كويس دايما في مش في الكوره في الحياه في اي حاجه عموما تلاقينا دايما في انصاف ربنا واقف واقف جنبك انا شايف ان موسيماني مدرب هايل انا شايف ان هو مدرب هايل من احسن المدربين الاجانب اللي هم اشتغلوا في مصر عارف العقليه بتاعت اللعيبه كويس جدا وعارف يتعامل معاهم بشكل كويس جدا وراجل حازم وحاسم وراجل بياخد قرارات مهمة في أوقات صعبة بدون خوف وبشجاعة كبيرة وده مهم لما تكون بتدرب فرقة كبيرة. مهم الأهلي كان رايح بطولة كأس العالم للأندية عنده غيابات كبيرة جدا ولكن رغم كده إنه يقدر يطلع ثالث البطولة ده إنجاز كبير جدا يحسب للراجل اللي قدامكم. يحسب لموسيماني. وأنا بقول لمجلس إدارة الأهلي هتبقى أكبر غلطة عملتوها بقول تاني لمجلس إدارة الأهلي هتبقى أكبر غلطة هتعملوها أو عملتوها لو الراجل ده فرطتوا فيه. بقول لمجلس إدارة الأهلي لازم تمسكوا في موسيماني بإيديكوا وأسنانكوا. لأن مش سهل إن أنت تلاقي مدرب كويس. أصعب حاجة دلوقتي إن أنت تلاقي مدرب كويس. فإنك تلاقي مدرب كويس وبيشتغل بقلبه و عنده حماس كبير جدا و... وجعان بطولات و... وفي نفس الوقت فكره كويس وبيعرف يدير الماتشات بشكل كويس ده مش هتلاقيه بسهوله امسكه في موسيماني بايديكوا واسنانكوا المدرب الكويس ما يتسبش النادي اللي بيسيب مدرب كويس بيندم عليه بعد كده وعلى فكره انسوا فكره ان اي مدرب يمسك الاهلي ينجح دي اصل المكان اللي بينجح وبتاع الكلام ده كلام اللي بيردده ما يعرفش حاجه في الكوره في الكوره مهما كنت مين لو لو معكش مدرب جامد ومدرب كويس اه هتكسب بطوله في النص هتكسب آه انما عشان عشان تبقى مستمر في النجاح لازم يبقى معاك مدرب كويس ومدرب كويس قوي المدرب عنصر مهم جدا في المنظومه مهم جدا وانت بتبني مهم آه مهم آه مهم جدا فانا بقول لكم مش بقول كده طبعا انا الكلام ده قايله من الاسبوع اللي فات على فكره ودايما بقوله مش بقوله عشان الاهلي عمل بطوله كويسه بكاس العالم الانديه لا واقول لكم بصراحه للاسف يعني للاسف واقول لكم الكلام ده يعني انا متاكد منه يعني الاهلي النهارده لو كانت غلب او كان الماتش طلع بشكل وحش موسيماني كان هيتقطع كان في حاجات يعني كده ايه متجهزه له انا بحس بيها كان هيتقطع وده اللي يزعل ده اللي يزعل انا نفسي اعرف ليه في يعني قسوه من من بعض المحللين والمقدمين على موسيماني رغم ان هو مش مدرب بيفوز كمان بالارقام بس وبالبطولات بس لا هو فعلا مدرب كويس عنده اخطاء عنده اخطاء طبعا لكن هو فعلا آم مدرب آم مدرب كويس والنهارده بغض النظر عن الطرد المبكر وان الهلال ناقصهم اتنين لعيبه الا ان الاهلي بدا الماتش جامد يعني اول عشر دقائق ضغط جامد ولعب بشجاعه كبيره جدا والهلال بيلعبوا 11 بدا كويس جدا استغلال جيد للكور الثابته علي معلول يعني رفعها الكره بتاعة الجول بتاع ياسر ابراهيم أه حلوه قوي قوي حطه جوه الجون ودي اهميه علي معلول وبرافو ياسر ابراهيم يعني مهم جدا ان المدافع بتاعك يبقى بيطلع بيجيب جوان ده مهم عنده اصرار ان هو يجيب جوان النهارده فرقه الاهلي بصراحه لعبت ماتش كبير لعبت ماتش كبير وبعدين اللي يخلي الاهلاويه يفرحوا بالفريق اكتر ان ان الاهلي ما استهونش بالماتش بعد ما الترق بعد بعد الطردين الفرقه فضلت منظمه ويل اورجنايزد آه وده شغل كبير جدا من المدرب خلي بالكم في في فرقه ممكن انا كسبان ثلاثه والفرقه آه مطلوب منها اثنين يبتدي ان هو ايه يدخل الفرقه اللي قدامه الماتش او يبتدي ان هو يستهتر او يخسر الشيب بتاعته تنظيم الدفاع بتاعه وهو معوش الكرة لكن الاهلي فضل مكمل ودي عقليه فرقه كبيره فضل مكمل وهو كسبان تلاتة وهو كسبان اربعه لعيبته بتلعب بنفس السيستم وبنفس النظام وتاني ده موسيماني ده شغل المدرب المدرب اللي هو كسبان مدرب كويس وهو كسبان يخش بين الشوطين يخلي لعيبته وهو كسبان كويس يخش بين الشوطين يخلي لعيبته يكملوا بنفس السيستم ممكن مدرب تاني الدنيا تفك منه فكل التحيه آه لموسيماني في ادارته للمباراه آه النهارده اللي انا بقول لكم ان هو كل الماتشات معظم الماتشات 80% من الماتشات بيديرها آه اداره فنيه جيده آه جيده جدا. صحيح عنده بعض الهفوات في الميديا والكلام في الاعلام في اوقات وهو ده عيبه الوحيد انا معاكم في الحته دي. آه بس هو مدرب عنده شخصيه. هو دي شخصيته ما هو انت مش هيجي لك مدرب كامل الاوصاف يعني لازم الحته دي تتعالج انا بقول كده الكلام ده والاهلي كسبان اهو حته حديث موسيماني في الاعلام بكثره وحديثه عن الفريق وعن موقفه وعن حاجات كتيره هتخليه دايما في صدامات ما بينه وما بين مجلس الاداره هو لازم يتعلم دي انت برضه انت لو عاي... لما تكون شغال في مكان عايز تشتغل في مناخ صحي مش عايز ان انت يبقى في مشحنات وفيه بتاع ماشي انت شغال بس انا نصيحتي الموسماني وبقول لك كده بعد الاشاده بيك طبعا ان لازم تخلي بالك من الكلام في الميديا لازم تخلي بالك من الكلام في الميديا علشان ال الاهلي نادي ذو اه طبيعه خاصه نادي ذو طبيعه خاصه لو انت خرجت عن ال النطاق العمل والفريم بتاع الشغل بتاعهم دايما هيبقى عندك مشاكل معاهم فليه ليه يعني انا شايف ان هو ده العيب الوحيد اللي في موسيماني انما هو كمدرب بصراحه مدرب كبير مدرب كويس قوي قوي وبيعرف يلعب الماتشات الكبيره وبالحديث عن كلام موسيماني في الميديا تعالوا آه نسمع ونشوف آه موسيماني قال ايه في المؤتمر الصحفي النهارده بعد المباراه the medal on behalf of al The football the sporting club to receive the medal for Egypt and to receive the medal for Africa. So this to win this match was 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 very important for us to win this match. And uh, thanks God we managed. I think we started different from all the other games that we have played. We were forward. we pushed forward. We, we were very, very assertive from the beginning, and we pressed a lot from the beginning. And um, that's why we managed to get the goal. You could see that the goal we can get earlier, and we scored from there, one or two. And then obviously, we have to tell the truth when the team gets a red card, it gives you an advantage, even though, to be honest, I'm disappointed. I needed a different color of of the medal. but. Funny enough, this medal means a lot to me than the la one last year. It's totally different, because this one we played without players who are injured, and this one we, had, we even played the tournament with the players uh, playing in, in, in Africa Cup of Nations, because uh, the programmes of CAF and, and FIFA are clashing, you know? And you can see also even now with CAF Cham Champions League, started, we are here. So these programs are forever overlapping. You know, ask yourself, what is happening? المباراة طبعا دي بحمد ربنا وبشكر فضله النهارده كان معانا التوفيق وكنت كل كرة بطلع فيها كرة ثابتة ببقى معايا التوفيق ان انا هروح عليها وهلعبها واجيبها يعني الحمد لله طبعا كانوا زمايلي ده بالاتفاق طبعا مع اللعيبة زمايلي بنتفق على حاجة بنعملها وربنا كان بيوفقنا فيها الحمد لله بالنسبة لل فيما بعد أنا نفسي أطور طبعا لا أنا دايما بشتغل على نفسي دايما بطور من نفسي بشوف النواقص اللي عندي إيه وبتكلم مع الكوتش وبكملها دايما بشوف إيه الإيجابيات وبشتغل عليها وبنميها السلبيات إيه وبرضه بحاول أشتغل عليها فدايما الحمد لله لازم حتى طول ما أنت ماشي كويس بتلعب أساسي مش شرط لازم تشتغل على نفسك كويس ولازم تطور من أدائك وتشوف إيه النواقص اللي عندك وتكملها يعني الحمد لله طبعا على المكسب مكسب مهم جدا لعيبة نازله مركزه و... وعايزه تاخد مركز الحمد لله كلنا كنا مستعدين كويس كلام مهم جدا قالوا محمد شريف ومحمد هاني اللعيبه نازله مركزه انا بقول ان فرقه الاهلي اتحضرت نفسيا كويس كويس جدا للماتش ده وعلى العكس فريق الهلال